نحو 4000 سرير تحتاج إليها نينا ولتغطية العجز في مستشفياتها المدمرة أصلاً، في وقت تتعكز فيه صحة المحافظة على 6 مستشفيات كرفانية لا تناسب الكثافة السكانية ولا توفر إلا جزءاً يسيراً من احتياجاتهم إلى العلاج والخدمات الطبية. توفير الكوادر الاختصاصية من الأطباء وبعض الاختصاصات الشحيحة وتوفير الأدوية ومستلزمات، الكل يعرف بأنه وزارة الصحة تقدم ما لديها، ولكن الكل يعرف بأنه اليوم لم يتم إقرار الموازنة أدى إلى عدم توفير هذه المواد وصعوبة توفيرها في العراق وخاصة في نينوى. وخسرت نينوى خلال حرب داعش 17 مستشفى حكوميا، وعشرات المراكز الصحية تحولت في غضون أيام إلى أطلال لتظل على حالها نحو 5 أعوام من دون أي تدخل حكومي، باستثناء جهود بعض المنظمات الدولية التي أخذت على عاتقها إعمار بعض منها. ممكن يعني المجمعات هي أوحيت إلى نفس المنظمة، منها UNDP، منها GIZ وإلى آخره من المنظمات، لكن ليس هناك يعني المنظمة واحدة تكفلت بهذا العمل. التلكؤ في إعمار المستشفيات المدمرة تعزوه إدارة المحافظة إلى نقص التخصيصات المالية من وزارة الصحة لهذا القطاع المهم، ما اضطرها إلى تحويل مستشفى ابن سينا إلى الإعمار من أموال قانون الأمن الغذائي للمحافظة بكلفة بلغت 330 مليار دينار. دخلنا ضمن الأمن الغذائي، هو مستشفى إعادة هدم وإعادة بناء مستشفى الموصل ابن سينا، سعة 600 سرير. حاليا المشروع الحمد لله في المراحل النهائية للإحالة، قدمت عليها شركات رصينة تركية، وإن شاء الله من المؤمل إحالته خلال هذا الأسبوع، وتوقيع العقد يكون من صلاحيات الأمان العام لمجلس الوزراء لاحقا إن شاء الله. مدة الإنجاز؟ مدة الإنجاز تقريبا 3 سنوات إن شاء الله راح تكون للمشروع. ومع غياب البنية التحتية والعجز عن تقديم الخدمات كاملة، يضطر كثير من الموصليين إلى مراجعة المستشفيات الأهلية أو السفر إلى المحافظات المجاورة لتلقي العلاج. قاسم الزيدي، UTV، الموصل.